كما أرحب بضيفي من بلجيكا الدكتور التيجاني بولعوالي، الكاتب والباحث والأستاذ في كلية اللاهوت والدراسات الدينية في جامعة لوفون في بلجيكا. أهلا وسهلا بك دكتور تيجاني. أهلا، السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم، شكرا جزيلا على الدعوة الكريمة. الله يبارك فيكم، أهلا وسهلا. أتوجه بالسؤال إلى ضيفي من بلجيكا الدكتور التيجاني بولعوالي. دكتور، طبعا عنوان الديمقراطية الآن هو عنوان جذاب، يعني هناك مجموعات كبيرة تسعى من الشعوب تسعى إلى أن تحكم بالديمقراطية، لأن تحت هذا العنوان هناك الحرية، هناك العدالة، هناك المساواة وما إلى ذلك. هل توافقون يعني بناء لهذا التفكيك الذي تفضل به سماحة الشيخ، لكي لا نأخذ الديمقراطية ككل بل ببعض مفاهيمها أو مصادقها، هل توافقون بهذا المعنى أن الإسلام ديمقراطي وقديم على الديمقراطية، وأنه لا مانع من تبني هذه النظرية أو التسويق لها؟ نعم، أولا قبل كل شيء، بعد الصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، في الحقيقة ما تقدم به أستاذنا وشيخنا الفاضل هو في الحقيقة كلام قيم، وأنا في الحقيقة هو نفس ما أفكر فيه أنا شخصيا. لماذا؟ لأن الديمقراطية بعيدا عن مفهومها الاشتقاقي الهيليني الإغريقي، فهي تظل قيمة إنسانية مشتركة عبر التاريخ وعبر الجغرافيا منذ ظهور الإنسان الأول، وهو أبونا آدم عليه السلام كإنسان وكرسول كذلك برسالة للمعمورة. فهناك بدأت الديمقراطية، بمعنى أن الديمقراطية أن كل رسالة أرسلها الله سبحانه وتعالى، وهي في الصميم رسالة التوحيد كما تعلمون، هي تحمل بذور هذا الذي نسميه الآن الديمقراطية، لأن المصطلح هو فقط إجرائي، المصطلح إجرائي، الذي يهمنا هو التصور والمفهوم والجوهر كذلك. نعم. فهذا الجوهر هو المشترك، وهو الذي نجده في مختلف الرسائل السماوية عندما مثلا نحاول ما أمكن أن ندرس قصص الأنبياء ونتأمل في الكتب السماوية التي هي في حوزتنا، نجد جذور وبذور كذلك لهذا المفهوم للديمقراطية، أو لنقل هذا المفهوم لنسميه الحكم العادل، والذي ينبني على العدالة والمساواة والحرية والأخوة وكذلك اقتسام الثروات. وهذا المفهوم هو موجود منذ بداية الإنسان والإنسانية، بل ونحن عندما نتأمل الكثير من الجوانب والأمور في القرآن الكريم نجد أن كل رسالة إلا وجاءت لتناطح وتواجه مثلا الفساد. هذا الفساد الذي كان يستشري من مرحلة لأخرى في الأرض، هذا الفساد هو النقيض للديمقراطية أو للعدل أو للحكم بالحسنى أو غير ذلك. فهذا يعني أن الديمقراطية وإن كانت في مفهومها أو الاصطلاح الاشتقاقي أنها تتعلق بالجذر اليوناني ديموس الذي هو الشعب، وكراتيا الذي هو الحكم بمعنى حكم الشعب، هذا على المستوى التاريخي، غير أنه كمفهوم وكتصور يبقى مشتركا، بل وأن مثلا أننا عندما ندرس الديمقراطية في سياقها اليوناني القديم نجد أن هذه الديمقراطية لم تكن ديمقراطية بمعاييرنا مثلا اليوم، وكذلك بالمعايير التي جاء بها الإسلام والقرآن الكريم فيما بعد، لأن القرآن أو الإسلام هو الذي أسس في الحقيقة للديمقراطية الحقة. عندما نقوم بمقارنة سواء بما كان قبل الإسلام أو بالإمبراطوريات لا سيما بتأكيده لمبدأ الشورى. نعم، أنا لأن ليس فقط الشورى، نحن دائما نركز على مبدأ الشورى، ولكن عندما نتأمل القرآن الكريم والسيرة النبوية الشريفة نجد هناك الكثير من الجوانب التي تحيل على الديمقراطية. وإذا سمحتم لي أن أنمذج هنا بمثال جد مهم، وهو للأسف الشديد عادة ما يغيب في الدراسات التي كتبت حول علاقة الإسلام بالديمقراطية. مفهوم الأمة، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة أنه أول شيء قام به وهو
أنه طرح مفهوم الأمة كمخرج للتعددية التي كانت التعددية العرقية العقدية التي كانت موجودة في المدينة، وأنتم تعلمون الصراعات التي كانت بين الأوس والخزرج وبين كذلك القبائل العربية واليهودية وغير ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم أنه طرح هذا المفهوم، مفهوم الأمة، ونحن عندما ندرس هذا المفهوم لا سيما على أساس صحيفة المدينة نجده أن هذا المفهوم هو ربما أرقى من الديمقراطية التي جاءتنا من اليونان، بمعنى أن هذا المفهوم في كل تفاصيله إلا ويدعو إلى الديمقراطية، إلى المساواة، إلى الاحترام المتبادل، بل إلى يدعو إلى أن يقف الذين كانوا في بالأمس أعداء يتناحرون أن يقفوا في نوع من الأخوة الإيمانية وكذلك الأخوة الإنسانية مع اليهود، بل وأن اليهود أصبحوا أمة، أنهم عضو داخل أمة المدينة أو دولة المدينة. إذن نحن عندما نتفحص هذا المفهوم، مفهوم الأمة، نجد أنه أرقى في الحقيقة، أرقى درجة لما يمكن أن نسميه الديمقراطية، وهذا المفهوم يكاد يغيب. أنا من خلال ما طلعت عليه الكتابات المتعلقة بالديمقراطية أجد أن هذا المفهوم أنه درس، بالتأكيد أنه درس، ولكن قل ما يربط بالديمقراطية هذا المفهوم، في حين أنه هو ربما نحن كمسلمين يمكن أن نؤسس عليه للمستقبل نوع من الديمقراطية البديلة لنا كمسلمين، أو نوع من الديمقراطية التي تغني الديمقراطية الإنسانية الأخرى، فهي تجارب إنسانية كلها في آخر المطاف، والإنسان مطالب حتى في القرآن الكريم لتعارفوا، لنتبادل القيم، لنتبادل التجارب، حتى نؤسس لنموذج إنساني نتوافق عليه، وفي الأخير أنه ينقذ هذه الإنسانية، ونحن الآن على وقع طبول الحرب. دكتور بلعوالي، طبعا جوهر الديمقراطية هو أن يختار الناس من يحكمهم، وأن يكون لهم الحرية في أن يحاسبوه، في أن ينتقدوه، في أن يسقطوه إذا رأوا أنه قد انحرف. في عالمنا الإسلامي وما نعيشه في ظل هذه الدول، هل نستطيع أن نعتبر أننا نفتقر إلى هذه الديمقراطية؟ وللأسف يعني أكرر ما قلته لسماحة الشيخ، أن هذه الأنظمة محسوبة على الإسلام، وهي يقال إنها أنظمة إسلامية، وإن كان سماحة الشيخ أجاب عن هذه النقطة، ولكن يهمني أن أسمع جوابكم حول هذه النقطة. هل نستطيع أن نقول إن الديمقراطية بهذا المعنى بعيدة عن الإسلام، لأننا لا نستطيع بالواقع أن ننتقد الحاكم أو أن نحاسبه أو أن نعزله؟ والله فيما يتعلق هو هذا السؤال في الحقيقة هو سؤال إشكالي ومعقد، وكذلك سؤال يقبل مختلف القراءات. مثلا ماذا نعني بالإسلام؟ هذا في الإسلام، نتحدث عن الإسلام، ولكن أنا من موقعي كباحث وأكاديمي، فأنا عندما يسألني أي أحد ماذا تعني بالإسلام؟ هذا سؤال يبدو هلاميا وعائما. نحن ينبغي أن نكون موضوعيين أكثر ونتحدث عن إسلام تعددي، بمعنى أن الإسلام ليس واحد، لا يمكن لنا سواء على المستوى التاريخي التعاقبي أو على المستوى الآن المعاصر جغرافيا وأفقيا، لا يمكن أن نضع كل شيء في سلة واحدة، ينبغي أن نميز الأمور. لا يمكن أن نضع مثلا مختلف الدول سواء العربية أو غير العربية الإسلامية في آسيا مثلا، أو كذلك الآن في أوروبا يعيش حوالي 60 مليون مسلم في أوروبا، أين موقع هؤلاء المسلمين؟ لا يمكن أن نضع كل أو ننظر إلى كل هؤلاء، كل هذا الكم الهائل والمتعدد والمتنوع من المسلمين أن ننظر إليه نظرة موحدة، ينبغي أن نميز. مثلا النموذج الماليزي لا يمكن أن أقارنه مثلا بمجموعة من النماذج في العالم العربي التي الآن توجد تحت نير مثلا الحروب والاقتتالات. مثلا كذلك النموذج التركي، لدينا النموذج مثلا الإندونيسي وغير ذلك، ينبغي إذن أن نميز بين هذه الأمور. حقا أن فيما يتعلق بعلاقة الديمقراطية والإسلام أنها للأسف الشديد أنها دائما ما
تشوبها ذلك يشوبها ذلك الاستبداد الذي يعم في دول معينه او في مراحل تاريخيه معينه. عاده مثلا ما يشير الباحثون الى لا سيما المرحله النبويه وفي المنظور السني الى المرحله الراشديه الى حدود اماره او حكم علي بن ابي طالب رضي الله عنه، انها هي في الحقيقه هي لنقول هي المرحله الانموذج، هي المرحله التي كانت صافيه وكانت جيده. عندما ننظر الى العالم الاسلامي التاريخي نجد انه كانت في مراحل كثيره انها جد مزدهره، مثلا في الاندلس كان جد مزدهر، الاندلس مثلا كانت هناك نوع من الديمقراطيه ولكن التي كانت تناسب ذلك السياق. لا يمكن لنا ان ننظر الى التاريخ او الى الماضي بالمعايير التي لدينا الان، المعايير الديمقراطيه التي نستعملها ونوظفها الان ان نقيس بها ما كان في الماضي، لا يمكن ابدا حتى من الناحيه العلميه والموضوعيه، فهذا خطا، هذا غير مقبول. دكتور يعني هل تتفق معي باننا لا نستطيع اذا بعد هذا الذي تفضلتم به، لا نستطيع ان نقول ان نظام الحكم في الاسلام يتمثل في هذه الدوله او تلك، هناك مسلمون يحكمون ولكن ليس هناك نظريه اسلاميه هي التي تحكم. والله ماذا نقصد حتى مصطلح نظريه اسلاميه، نحن للاسف الشديد اننا جبلنا ان نصف كل شيء باسلامي، اقتصاد اسلامي، مثلا سياسه اسلاميه، نظره اسلاميه، نظريه اسلاميه، ديمقراطيه، لماذا نحن ينبغي ان نتحدث عما هو انساني؟ هناك قيم انسانيه تجمعنا، ان ناخذ من الاخرين كما انهم اخذوا منا، اجدادنا اخذوا من اليونان، اخذوا من الهند، اخذوا من الفرس، اخذوا من كل الامم الاخرى وحاولوا ان يطوروا ذلك ليقدموا ليس نموذجا عربيا وانما نموذجا اسلاميا انسانيا، وفيما بعد عندما جاءت النهضه الاوروبيه اخذت عنهم كذلك، سواء عبر صقلية وايطاليا وعبر الاندلس واعادوا انتاج ذلك في سياقهم الخاص، فجاءت النهضه ثم الاصلاح ثم الانوار ثم الان الحداثه، والان يعيشون ما بعد الحداثه. اذا ينبغي ان في الحقيقه ان نمارس رؤيه اخرى، لان الصحوه الاسلاميه في الستينيات السبعينيات الثمانينيات انها كانت دائما تحاول ما امكن ان تنظر هذه النظره، دائما انها تصف كل شيء بما هو اسلامي، او انها تحاول ما امكن مثلا ان تقلد ما وصل اليه الاخرون، الاخرون مثلا اسسوا اشتراكيه فجئنا نحن وقلنا اليسار الاسلامي والاشتراكيه الاسلاميه والراسماليه الاسلاميه والحداثه الاسلاميه وغير ذلك، لماذا نحن نتعامل بهذه الطريقه؟ ناخذ من الاخرين ثم نمضي ثم نطور، اقول مثلا مثلا انا وطني مثلا الاصل المغرب مثلا انه يحاول ممكن ان يزاوج مثلا، لا لدينا ملكيه تاريخيه التي تمتد الى 12 قرنا، ولكن في نفس الوقت عندما في اطار مثلا اطار السياسي والاقتصادي والاجتماعي ان هناك الاستفاده من الاخر، استفاده مثلا من المرجعيه الاسلاميه الدينيه، ثم الاستفاده من الغرب في الكثير من الامور لا سيما الاقتصاديه والتكنولوجيا. الان مثلا نحن دائما نتحدث لا سيما عما هو نظري، عما هو قيمي، ولكن ننسى ما هو اقتصادي وتكنولوجيا الذي هو يحرك العالم. انظر الان الى الصين اين وصلت. الصين هذه مثلا هي في الحقيقه في البدايه انها جربت النموذج الاشتراكي الشيوعي، ولكن فيما بعد انتقلت انتقاله اخرى الى ما هو اقتصادي. في البدايه كانت تركز لا سيما على الجانب السياسي، ولكن الان التركيز لدى الصين اكثر على الاقتصاد. مثلا لماذا لا نفكر هكذا؟ قضيه الديمقراطيه حتى اشير الى مساله جد مهمه، نحن دائما هناك في اوساط المسلمين من انه يرفض او انه لا يحب ان يستعمل مصطلح الديمقراطيه، لماذا يقول هذا مصطلح غربي، هذا مصطلح يميني، هذا مصطلح اغريقي، انه لا يمت بصله الى ما هو اسلامي والى القيم الاسلاميه، اوكي صحيح جيد، ولكن لماذا تستعمل مصطلح التكنولوجيا؟ لماذا تستعمل الاف المصطلحات؟ حتى هذه المصطلحات عندما نفككها ونحملها فهي تنطوي بشكل او باخر على قيم غير اسلاميه. يعني اذا دكتور انتم يعني بذلك تدعون الى ان تكون لنا تجربتنا كمسلمين وكبلاد اسلاميه
من خلال التعايش مع النظرية. نعم. لأن الآن العالم النموذج الذي نجح حتى في الغرب، لأن الغرب لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه هكذا بين عشية وضحاها. نحن عندما نتصفح التاريخ الغربي، فقط الحرب العالمية الثانية أنها قتل فيها أكثر من 50 مليون شخص في الحرب العالمية الثانية، فإنهم استفادوا من التاريخ. فنحن مثلا، نحن هناك تجارب كثيرة ينبغي أن نستفيد منها ونفكر في نوع من الأنموذج اللي هو إطار إسلامي، مرجعية إسلامية. نعم. كذلك في الغرب دكتور، ولو أنهم يتحدثون عن العلمانية الغربية، غير أن القيم المسيحية ما زالت أنها تؤشش في هذا الأنموذج. نحن نلبس، أنا أعيش في الغرب وألبس هذه القيم، مثلا في الأعياد، في التعليم، في أمور كثيرة أن تحضر هذه القيم المسيحية والنصرانية الدينية. نحن لدينا مثلا إطار يحكمون الذي هو الإسلام والقرآن والسنة النبوية الشريفة، ولكن في هذا الإطار، داخل هذا الإطار، لا سيما فيما يتعلق بما هو يومي وما هو اقتصادي وبالعلاقات الإنسانية، يمكن لنا أن نطور أنفسنا أكثر. نعم دكتور تيجاني، دكتور تيجاني أبو العوالي. دكتور تيجاني، يعني طبعا نتمنى أن تكون ضيفا في حلقات قادمة لكي نتوسع أكثر يمكن من خلال تجربتكم في الغرب. دكتور تيجاني أبو العوالي، الكاتب والباحث والأستاذ في كلية اللاهوت والدراسات الدينية في جامعة لوفون من بلجيكا، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة الطيبة. شكرا جزيلا. شكرا، بارك الله فيكم. الله يبارك فيكم.